وقت كان صيف أو شتاء على موائد شهر الخير لازم تكون موجودة حلويات رمضان، ولكن كيف تحضيرات هاي الحلويات هذا العام تحديدا؟ رح نتعرف معكم برحلتنا ضمن أحد محال حلويات، خلينا نتابع. مرحبا، يعطيك العافية. الله يعافي قلبك يا ميت. أول شيء رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب، ويكون شهر خير على الجميع يا رب. أمين يا رب. يعني نحن السنة رمضان شوي مختلف عن غير سنوات بسبب وجود الجائحة العالمية كورونا، خلينا نبدأ ونشوف شو اللي تغير بشغلكم هذا السنة بسبب كورونا. هلا شيء اكيد انه نحن معروفه بجميع محلات الحلويات انه تضل فاتحه يعني تقريبا شيء 20 ساعه، يعني من 7 مثال للوحده بالليل. هلا بس انه اللي تغير انه صرنا نحن عم ننفذ القرار من مجلس الوزراء اللي هو التسكير على 7:30. طبعا بعد المغربيات نحن بنعمل حمله تعقيم وبنغلق المحل. طيب كمان خلينا نحكي بتفاصيل شغلكم بقلب المحل، شو اللي تغير ان كان من اللباس ان كان من كل شيء؟ يعني هلا عم نشوف كل المتواجدين لابسين، طريقه الوقفه، البعد، كل هاي التفاصيل. هلا شيء اكيد نحن مع الحمايه من فيروس كورونا، يلي تغير انه نحن زودنا شوي طرق التعقيم عنا، يعني صرنا نحن كل زبون بفوت بنغير القفازات من ايدينا، وطبعا حطينا الطواقي وحطينا الكمامات باليوم بنغيرهم 3 مرات شيء اكيد، وبنعمل حملتين تعقيم باليوم طبعا بالكلور للمعمل وللمحل كاملا. من اول ما بيفتح المحل اول حمله وقبل ما اغلق المحل حمله ثانيه. خلينا نحكي عن انواع الحلويات اللي بيكون متواجده بهذا الوقت. هلا المعروف عند الجميع انه اول نصف من رمضان المبارك بيكون الكل يعني بيطلب الاشاطي مثل النموره والمغشوشه، النهج، العصمليه، الاشاطي هي بتكون، اما النصف الثاني من رمضان بيكون الفسادق اللي بيطلبوه مشان الاعياد. ان شاء الله كل عام وانتم بخير، يعني مثل عندك الاسيه والمبرومه، الكولوشكور، البقلاوه، طبعا هدول هن المشكلين. نحن بحاله وقائيه واحترازيه، انه نحن كاصحاب معمل او منشاه تجاريه نكون قدوه لعمالنا او لاي حدا بفوت لعنا. بفوت لعنا زبون مو حاطط كمامه، بنقول له تفضل لو سمحت، بالاضافه عاملين اناني صغيره سبيترو وديتول معقمات، بنعقم الشخص اللي بده يفوت وبفوت بياخذ حاجته سواء اشترى سواء ان ما اشترى. بالاضافه لفتره ما بنصير بنوزع كمامات للاشخاص المره الرايح والجاي. تفضل، هي بالنهايه تعتبر لا يعني لا يشكل جزء من اجزاء، بالعكس هي مشجعه وشيء بيخليكي انك انت تحسي بالامن والامان. ثاني 15 يوم بصير الناس تجهز لحلو العيد، ضيافه العيد، يعني بصير بيجهزوا المعمول في السوق، العجوه، الجوز، والاصناف الثانيه اللي هي الاساسيه، المبرومه، البلوريه، الكولشكور، الشرحات، القصص هي اساس كل بيت. الشعب السوري شعب خير منضاف، بيعيش تقاليده مثل ما ربوه اباؤه واجداده.